بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أساتذتنا الأفاضل، حضورنا الكريم، حياكم الله وبياكم. أنا محدثكم عدنان قلعجي من فريق التقديم في منصة أريد العلمية. يشرفني أن أكون معكم ضمن فعاليات المحفل العلمي الدولي 14 بنسخته الإلكترونية، ويسعدني أن أرحب بكم جميعا في هذه المحاضرة العلمية والتي تحمل عنوان الجامعات الذكية تنمية مستدامة واعدة. وإنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم اليوم لمناقشة هذا الموضوع الحيوي والمهم الذي يشكل الحجر الأساس في بناء مستقبلنا الأكاديمي. وتتجه الجامعات حول العالم نحو التحول الذكي، حيث تستخدم التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي ولتحقيق الاستدامة في كافة جوانبها. الجامعات الذكية ليست مجرد مؤسسات تعليمية تقليدية، بل هي منصات ابتكارية تساهم في تنمية مجتمعاتنا بطرق متعددة ومتنوعة. يقدم لنا هذه المحاضرة القيمة سعادة الدكتور المهندس علاء القاضي، مدير البحث العلمي والتطوير في جامعة الرشيد الدولية الخاصة، ومدير البحث العلمي والتطوير في جامعة الرشيد الدولية الخاصة، منسق مشاريع التخرج البحثية لبرنامج ماجستير نمذجة وإدارة معلومات البناء والتشييد في الجامعات الافتراضية السورية، مؤسس ومدير مؤسسة عليا للبحث العلمي والتطوير. حياكم الله سعادة الدكتور المهندس علاء القاضي، ولكم الصلاحية كاملة، فتفضل المأجورة المشكورة. تفضل سعادة الدكتور، معك الصلاحية. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وبارك الله بكم وجزاكم الله خيرا على هذا التقديم. كل الشكر لحضراتكم السادة القائمين على هذا المؤتمر والمحفل العلمي. بارك الله بجهودكم، وما شاء الله يعني جهود مشكورة جدا. ونحن اليوم يعني في صدد موضوع مهم، و بصراحة يعني حتى نحن نستطيع أن نقول أن هذا الموضوع هو يعاش، يعني حاليا نحن نعيش هذا التقدم، نعيش هذا الموضوع، الجامعات الذكية. وذلك سبحان الله الفرق بين يعني الدول حاليا، من دول العالم الأول ودول العالم الثالث والعالم المتوسط. فينا نقول يعني هناك حالات بدأت فعليا بتنفيذ وفعليا بتطبيق مهارات وتطبيقات مهمة في الجامعات، ومحاولة يعني نقل مستوى هذه الجامعات من المستوى التأهيلي التعليمي التلقيني التقليدي المتعارف عليه إلى تطوير ودعم ورفع جودة نقول العمل الأكاديمي والعمل الجامعي والتعليم الجامعي بشقي ما قبل الدراسات العليا، الدراسة البكالوريوس والدراسات العليا الماجستير والدكتوراه. نبدأ في هذا الموضوع يعني من خبرتنا يعني في هذا المجال. بداية، مفهوم الجامعة الذكية ومفهوم الذكاء. يعني هناك شقين فعليا لمفهوم الذكاء. ممكن باللغة العربية كلمة الذكاء هي كلمة واحدة، ولكن مصطلح الذكاء باللغة الإنجليزية تفرع إلى شقين. الشق الأول هو السمارت، فسمارت ديفايس، سمارت هوم يعني البيت الذكي، سمارت كوليدج او يونيفرسيتي اللي هي الجامعه الذكيه. هو مصطلح فعليا قديم، يعني كلمه السمارت هو فينا يعني نحن نستطيع ان نصفه بانه ما يمكن ان يتم برمجته
فجميع الأجهزة أو الأماكن التي تستعين بالبرمجيات تدعى بالأماكن أو الأجهزة الذكية، تمام؟ وهذا الكلام منذ أكثر من 10 15 عاما، يعني نحن نستخدم هذا المصطلح كسمارت هوم و سمارت ديفايس، مثلا الأجهزة اللوحية الذكية، الشاشات الذكية التي تستخدم البرمجيات، تمام، حتى وتكون موصولة على الإنترنت. ومن هنا يعني ظهر مصطلح إنترنت أوف ثينجز، وهو يعني إنترنت الأشياء. فبهذه المصطلح العام هو مصطلح قديم بعد الشيء، ولكن الفكرة الحقيقية أو المفهوم المجدد أو الحديث الذي الآن يعني هو مالئ الدنيا وشاغل الناس، وهو مثلا الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، هو نفس الكلمة تعريبا، هو نفس الكلمة ولكن فعليا واصطلاحا تختلف في اللغة الإنجليزية، وهو الانتليجنت. انتليجنت معناتها يعني الذكي، ولكن الذي لديه القدرة على التعلم والقدرة على التحليل، تمام، وإعطائك نتائج جديدة لم تكن لديك سابقا، أي يستطيع أن يساعدك على اتخاذ قرار. فالفرق بين السمارت وبين الانتليجنت، السمارت هو بروسيسينج، يعني أنت تعطي معلومة للبرنامج، هو يحلل كما هو مبرمج فيعطيك نتيجة بعد التحليل. إذا هي عملية تحويل الداتا إلى انفورميشن، يحول لك المدخلات إلى مخرجات بحسب برمجة هذا البرنامج، تمام. أما الانتليجنس والذكاء الاصطناعي هي مرحلة متقدمة وليست فقط برمجة، هي مرحلة التعلم. إذا الآن أصبحت الآلة تستطيع أن تتعلم بتلقاء نفسها، الآلة أو البرمجية تستطيع أن تتعلم، ومن هنا ظهر البوتس أو البرمجيات الشات جي بي تي التي تعرفنا عليها والتي شغلت الناس في هذا المجال. إذا ما هو الفرق بين الانتليجنت والانتليجنس، بين السمارت والانتليجنس؟ الفرق هو القدرة على التعلم الذاتي، تمام، والقدرة على تحليل معلومات من داتابيز، من قواعد بيانات كبيرة جدا، تمام، واستخراج معلومات كبيرة بطريقة المحاكاة باللغة البشرية. فتستطيع أن تسأله لغة سؤالا كأنك تسأل أي شخص خبير، وهو يحاول أن يجيب عليك بنفس الطريقة التي أنت يعني تحتاجها أو يعني تفهم عليها. يعني الشيء الحديث في هذا الموضوع هو القدرة على التواصل. هذا الكلام كيف يرتبط مع الجامعات الذكية؟ مفهوم الجامعات الذكية يرتبط بهذا المفاهيم، هل هي سمارت كوليج أم انتليجنت كوليج أم بينهما أو كلاهما معا؟ الفكرة من الجامعة الذكية هي فعليا الارتقاء بجودة التعليم. طب ما هي فعليا معايير جودة التعليم؟ هل هي علامات الطالب، إنتاجية الطالب؟ هل هي الأبحاث التي ينشرها الباحثون؟ هل هي تصنيف الجامعة؟ هل هو مثلا عدد الطلاب الذي يسجل في هذه الجامعة؟ ما هو فعليا معيار أن جودة تعليم هذه الجامعة هي عالية؟ إذن الجامعة الذكية فعليا هي تدار بشكل ذكي، تستخدم الأنماط الذكية في التعليم أو الحديثة في التعليم، تقدم أنواع من المعرفة وطرائق التعليم المعرفية، تمام، والتفاعل بين المتلقي والملقي أو الملقن بطرق حديثة وبطرق أكثر قدرة على تلبية احتياج المجتمع، تمام؟ إذن هذه المعايير التي سوف نمر عليها تباعا إن شاء الله، يعني هي التي تعرف وتميز وتمايز بين الجامعات وتفرق بين الجامعة الذكية والجامعة التقليدية. فالهدف أو واحد من الأهداف الرئيسية من الجامعات الذكية هو الارتقاء بطرائق
البحث العلمي واهداف البحث العلمي سوف نرى يعني لاحقا كيف سوف يكون هذا الموضوع مرتبط مع احتياجات المجتمعات واحتياجات الصناعات والاندستريز الموجوده في هذه المجتمعات. فالجامعات فعليا هي تلبيه لاحتياج وارتباط بين المجتمع وما يحتاج هذا المجتمع. فالجامعه هي لتوليد تمام العنصر البشري المدرب بشكل بمهارات عالية ومهارات سوفت سكيلز، مهارات إدارية ومهارات فينا نقول مهارات عقلية، مهارات محاكمية، وأيضا بالمقابل مهارات هارد سكيلز هي مهارات الخشنة أو المهارات اليدوية أو المهارات التي نستطيع أن نعتبرها عملية، بس يعني تستوجب تدخل بشري أو تستوجب تدخل مادي أو عضلي. ففعليا ما هو الفرق بين الجامعات التقليدية والجامعات الذكية؟ بشكل رئيسي هي طريقة التعليم. فطرق التعليم من التلقين، من الجلسات التي يشرح بها المدرس ويتلقى فيها الطالب، ومن ثم يخضع الطالب إلى امتحان يقيس مدى حفظه للمعلومات. إذا هذه الطريقة التقليدية التي أكل الزمان عليها وشرب، والتي يعني أثبتت أنها لا تكفي لتأهيل المقدرات البشرية التي نحتاجها في المجتمع. هذه التعليم التقليدي تمام هي الفرق بين الجامعات التقليدية والجامعات الذكية، بحيث أن الجامعات التقليدية الذكية يجب أن تتيح تمام تتيح أنماط جديدة من التعليم، ليس فقط استخدام التكنولوجيا والتعليم الإلكتروني أو التعليم الافتراضي، ولكن طريقة بناء الجلسة الدراسية، طريقة التعامل بين الطالب والمدرس، المنتج المطلوب من الطالب، كيفية الدراسة وكيفية استحصال العلامة. هذا الكلام يجب أن يعاد صياغته بذكاء لكي يحفز الطالب بالوصول إلى أهداف التي تحددها الجامعة من الارتباط المؤسسات الصناعية، يعني ليست الصناعية فقط الصناعة، ولكن المجالات التي ترتبط باختصاصات هذا الطالب، ربطها بالمجتمع المنتج، المجتمع التجاري، المجتمع الصناعي الذي يحتاج الخبرات العملية الحقيقية. ومثلا المحاسب الذي الطالب الذي يدرس محاسبة في الجامعة، كل ما كان التعليم تعليم نظري وتجريدي، كان هذا الطالب يعني سوف يخلق فجوة بينه وبين السوق المحلي الذي يحتاج إلى مهارات وخبرات. وكلما كان التعليم في هذه الجامعات مرتبط باحتياجات السوق المحلية المتعلقة باختصاصه وبالتقانات المستخدمة في هذا السوق الذي يحتاج الطالب أن يكون عنده خبرة كبيرة فيها عندما ينتهي من التعليم لكي يدخل إلى سوق العمل، بين قوسين دمج تعليم المهارات مع تعليم المفاهيم والمعلومات النظرية. لا نكتفي فقط بالمعلومات النظرية والتطبيق النظري فقط، ولكن نرتبط بتدريب مباشر، ممكن أن يكون في كل مادة وفي كل فصل، وابتداء من السنة الأولى أن يكون هناك بوردات ويكون عندنا كورسات تدريبية في شركات متعلقة باختصاص الطالب، أو مثلا في مثلا ممكن أن يكون في ممكن أن يكون في لنفترض في مشافي أو في معامل، أو فيجب أن يكون هناك تلاحم بين المنتج الذي يعني يجب على الطالب أن يتمثله تمام كنتاج خبرة 4 أو 5 سنوات دراسة في جامعة، أن لا تكون منفصلة عن الواقع وعن احتياج الوضع الراهن للسوق المحلية. فيجب أن تطور هذه الأنظمة وأنظمة التعليم ومناهج التعليم لكي يكون عندنا توأمة بين الاحتياج وبين مورد الاحتياج وبين ملبي الاحتياج اللي هو الجامعة. فالجامعات الذكية
يجب أن تتحلى بثلاث بنى تحتية ذكية مترابطة مع بعضها البعض. ابتداء من البنية التحتية الرقمية التي هي يعني فور جرانتد، يعني احنا نقول انها جامعة ذكية، فيعني من البديهي ان يكون عندي انا انظمة، مثلا الانظمة الاكثر حداثة على مستوى مثلا التصميم ثلاثي الابعاد واستخدام الواقع الافتراضي والواقع المعزز. يعني انا لم اقود في التفاصيل التقنيه التي يجب ان توفرها هذه البنيه التحتيه، لان هذا هو الموضوع البسيط او هذا هو الموضوع المتوقع مباشره. يعني تقول الجامعه الذكيه معناتها يجب ان تكون فيها انترنت وفيها كل هذه البنى التحتيه المتطوره بالذكاء الاصطناعي والى اخره، ولكن ما اريد ان الفت النظر اليه تمام بقوة هو أن التكامل، يعني عندما يكون عندك أداة ولا يكون عندك رؤية تمام لكيفية توظيف هذه الأداة للوصول إلى منتج نهائي الذي هو الطالب الماهر تمام لتوليد مهارة عقلية وجسدية وحتى يدوية ممكن يحتاجها في كل اختصاص، فأن لا يتوقف هذا الكلام عند موضوع أنه إذا لدينا جامعة وضعنا فيها مختبرات إلكترونية، إذا خلاص أصبحنا جامعة ذكية. لا نتوقف عند هذا الحد. المرحلة الثانية، أن نطور المرحلة الثانية والليفل الأعلى، هو أن نصل إلى بنية تحتية إدارية تستوعب إمكانيات الطلاب المختلفة، وأن لا نقلب العمل مع الطالب. الآن أصبح لدينا ذكاء اصطناعي يستطيع أن يحلل تمام شخصية كل طالب موجود عندنا في الجامعة. سابقا كان في أعداد كبيرة ولا يمكن على الإداريين أو الأساتذة أن يتتبعوا مهارات كل طالب المنفصلة، فهم يضعون الكورس الموحد لجميع الطلاب. طلاب السنة الأولى هم عبارة عن 200 عقل، 200 فكر، 200 مميز، كل واحد عبارة عن شخصية لها إيجابيات وسلبيات ونقاط قوة ونقاط ضعف، كلها يتم قولبتها ضمن هذا المفهوم الواحد الذي هو السنة الأولى. كلهم يأخذون موضوع واحد، يأخذون امتحان واحد. كل هذا الكلام الذي نحن الآن أصبحنا نستطيع أن نخصص. التخصيص ابتداء من الاختصاص الذي يتوجه له الطالب بحسب ميوله النفسية وقدراته العقلية وقدراته النفسية وميوله العاطفية حتى. ابتداء نستطيع أن نحدد له مجموعة من الكورسات التي هو ضعيف فيها. هلا مثلا لدينا طلاب أقوياء في الرياضيات، يجدون منهاج الرياضيات الموجود للسنة الأولى ضعيف جدا وينجحون ويأخذون 100% مثلا أو علامة شبه كاملة. هنا نستطيع باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يتابع مراحل دراسة هذا الطالب أن يوجهه إلى مثلا مستوى أعلى، فيصبح امتحان هذا الطالب مخصص له فقط. يتم تغيير ويتم تطوير المنهج الدراسي الذي يأخذه الطالب تمام بالاعتماد على المشرف تبعه وبالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتحليل ومجموعة كبيرة من الاختبارات التي توجه وتحلل إمكانيات هذا الطالب. فعندنا الآن القدرة الإدارية، لأننا نحن نفرز هذه الطلاب وليس عملية فرز بل تخصيص شخصي، فممكن حتى نحن نتوقع ما هي المواد التي يجب على هذا الطالب أن يأخذها في الفصل القادم، ونعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه. ليس الهدف من المواد التي يدرسها الطالب هو النجاح أو الرسوب، الهدف هو تطوير مهارات. فنحن في بداية الفصل يجب أن تخضع الطلاب إلى مجموعة من الامتحانات المعيارية التي تحدد نقاط قوة ونقاط ضعف كل طالب، وما نترك الطلاب يدخلون في نفس المعمعة ويخرج لدينا منتج يعني موحد للجميع. الآن الجامعات الذكية التي لديها
قدرة ولديها إمكانيات تحليل. الطالب يصل إلى مستويات عليا من التكامل مع هذه المعلومات، وبالانتقال إلى البنية التحتية المهمة جدا في المستوى الثالث اللي هي البنية التحتية البحثية. تمام، البحث العلمي هي أهم دعائم الجامعات ذكية كانت أم تقليدية. يعني البحث العلمي هو بقدر ما عندنا منتج اسمه طالب ينتج، ويعني هو البرودكت، هو الفاينل بروجكت، البرودكت هو المنتج النهائي للجامعة هي الطالب. ففعليا المنتج النهائي للجامعة نظريا هي الأبحاث العلمية المنشورة باسم الجامعة. هلا بغض النظر إذا كانت الجامعة هي في مستوى البكالوريوس أو دراسات عليا، تمام، ولكن يجب على هذه البنية التعليمية الأكاديمية أن يكون لها، تمام، الأثر العلمي الذي ينمو مع الأيام، أن لا تكون راكدة. تمام، ليس الهدف عندنا مجموعة من الدروس، درسنا هذه الدروس، نجح الطلاب أم رسبوا، النجح الطالب خرجناه ورسب عاد المادة حتى ينجح بها ومن ثم خرجنا. هذه البنية التقليدية، تمام، يجب أن تصبح ذكية. الهدف هو تطوير الطالب وليس امتحان الطالب. الهدف هو تحميل وتمكين الطالب من المعارف والمهارات، سواء السوفت سكيلز ولا الهارد سكيلز المتخصصة باختصاصه، تمام، حتى نستطيع أن نبقى بمستقبل وإمكانيات هذا الجيل الذي يتعلم الآن في هذه الجامعة. فالبنية التحتية البحثية، البحث ما هو؟ البحث فعليا هو ربط منتجات هذه الطلاب من خلال دراساتهم مع حل مشاكل المجتمع المحلي والسوق المحلي في المنطقة التي تكون فيها الجامعة. ومن أنجح الجامعات الذكية التي تكون مرتبطة مع شركات، تمام، تحتاج هذا الأمر. مثال على ذلك جامعة بتروناس في تم تأسيسها من قبل شركة النفط الرئيسية في ماليزيا، شركة بتروناس، فترى فيها الاختصاصات المتعلقة بالنفط هي من أقوى الاختصاصات، وترى الطلاب الذين يدرسون في هذه الجامعة. يعني أنا أعتقد أنها هي من أنجح الأمثلة على الجامعات الذكية، بحيث توظف، تمام، تضع خطة من الاحتياج المبدئي. أنا أحتاج من الطلاب الخريجين هذه الكلية، أحتاج هذه المهارات، 1 2 3 4، أنا أحدد الاحتياج تبعي ابتداء، ومن ثم أحاول أن أضع المنهاج التربوي التعليمي التثقيفي المهاراتي الملائم لهذه الاحتياجات، تمام، حتى أمكن الطالب أن يكون مالك لهذه المهارات عند التخرج مباشرة، حتى أستطيع أن أستقبله في الشركة، ومباشرة هذا الطالب يقوم بالعمل المثمر، حتى لا أحتاج أنا أوقات من التدريب وأهدر أوقات من التهرب، أوقات وكلف كبيرة من التدريب على خريجين حديثين لا يمتون لاحتياجي أنا بصلة. أحتاج أن أدربهم على الأقل 6 أشهر أو سنة كاملة حتى أنا أستطيع أن أضعهم في المكان المناسب. هذا هو الذكاء فعليا. الذكاء هو توظيف، تمام، الإمكانيات بمكانها الصحيح حتى نحصل على المنتج النهائي الذي نحن بحاجته، وليس فقط موضوع خرجنا طلاب وانتهى الموضوع. نستكمل يعني المهارات أو الإمكانيات التقنية التي الواجب يعني توافرها في الجامعات الذكية. كلما كان يعني استخدامات الذكاء الصناعي، طبعا الذكاء الصناعي في أيامنا هذه يعني أصبحت استخداماته كبيرة جدا وتتطور مع الأيام. إمكانية حتى إدراجه في موضوع التعليم وفي موضوع التربية وفي موضوع المتابعة وفي موضوع حتى الإشراف النفسي على الطلاب،
هذا الكلام كان يستدعي وجود خبراء ويستدعي وجود أطباء نفسيين ومتابعات. الآن أصبح هذا الموضوع أسهل بشكل كبير جدا، يعني أنت تستطيع أن تضع بوت مخصص لكل طالب يتابع حياته من أول يوم دخل إلى الجامعة إلى يوم تخرج، لا وبل وأكثر من ذلك. يمكنك أن تضع له الكثير من الريكوردز، يعني نضع له تاريخ هذا الطالب فيفهم خلفيته أكثر، يفهم عائلته، فيستطيع أن يوجهه بشكل أكبر وبشكل أفضل. طبعا الاعتماد على هذه التقنيات ما زالت يعني موضع نقاش وجدل، تمام، ولكن أنا أتكلم على الإمكانية. الإمكانية أصبحت واقع، ويتم الآن تنفيذ هذا الكلام. الكونسلتيشن، أن تضع إشراف، جهاز إشرافي على الطلاب بشكل باستخدام الذكاء الاصطناعي، تطبق في أكثر من مكان، إن كان حتى في يعني في ليس في موضوع الطلاب فقط، ممكن في كثير من المواضع، إشراف النفسي على اللاجئين، إشراف النفسي على الأطفال واليافعين. حتى هذا الكلام يمكن يعطي برايفسي أكثر للطالب، وممكن أن يكون تحت إشراف المشرف العام، يعني يصبح لدينا عندنا مشرف عام ويستخدم هذه الأدوات الذكاء الصناعي لكي يتابع كل فرد بشكل مخصص لاستخدام الأدوات الذكية يعني، وبالتالي يصبح لدينا أيضا متابعة لكل فرد، ويصبح لدينا عندنا داتا كبيرة جدا نستطيع أن نطور على أساسها مفاهيم الإشراف على الطلاب ونتاج الطلاب. واستخدام أدوات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، يعني الآن يعني كما نعرف هناك هو يعني الآن في العالم الأول أصبحت يعني بعض المدن أو بعض الأماكن تستخدم الميتافيرس وتستخدم الواقع المعزز وتستخدم نظارات جوجل ونظارات أبل، فهذه التقنيات أصبحت يومية متعارف عليها وأصبحت من المسلمات، بينما هناك مدن وبلدان يعني ما زالت لم تعرف هذه التقنية. فهناك فعليا هوة كبيرة، تمام، بين هذا بين الدول حتى وبين المناطق في استخدام هذه التقنيات. وبالتأكيد يعني استخدام هذه التقنيات بالنسبة للتعليم وتوظيفها في التعليم هو أمر قوي جدا، ويرفع جودة التعليم إلى شكل كبير، يعني سهولة المعرفة وسهولة الوصول إلى المعرفة. هذا الكلام أصبح يعني أقوى طبعا باستخدام التعليم الافتراضي والتفاعل بين هذا بهذه الأدوات التقنية. يعني أنا أعود وأكرر، أنا أحاول أن أعمم وأن أنظر إلى موضوع الجامعة الذكية إلى أكثر من ذلك. هي المسلمات والأساسيات أن يكون لدينا مخابر افتراضية وتعليم افتراضي وواقع افتراضي ومعزز وتستخدم هذه التقنيات، ولكن لا أريد أن أبين أن الجامعة الذكية هي فقط من تستخدم هذا الكلام. يعني ممكن نحن أن لا يكون لدينا التوب إيدج التقنيات الأكثر حداثة، ولكن يعني ممكن أن باستخدام التقنيات المتوسطة، ولكن الإدارة الذكية لهذه التقنيات أن نرتفع ونرتقي بمستوى الذكاء لجامعتنا. فأعود وأكرر على دور الذكاء الاصطناعي الآن، وخصوصا الذكاء الاصطناعي المولد والمدرب الذي يتم تدريبه من قبل المتخصصين. فيمكن تخصيص، ابتداء قلنا من الإشراف، قبل قليل شرحنا الموضوع أنه ممكن أن يكون عندنا مرافق للطالب، ممكن كل يوم يعني يأخذ ملخص عن ما مر به الطالب وما مر به من أمور إلى آخره، ويعطيه نصائح، ونعتمد على هذا البرمجية أو هذا المشرف الإلكتروني الذكاء الاصطناعي إلى تخصيص محتوى للتعليم والتدريب لهذا الطالب. فنحاول أن نرتقي، تمام، أن لا يكون جميع الطلاب، لأن هذه من أكبر المساوئ التي
أو المشاكل التي تواجهها الجامعة التقليدية. يكون في صف واحد عبارة عن مثلا 20 إلى 30 شخص، تمام، في الصف يكون لدينا عندنا فئة 10% منهم مثلا أو 20%، 6 إلى 10 أشخاص يكون مستواهم عالي جدا بالنسبة لأصدقائهم، وبالمقابل في 10 أشخاص أيضا من الـ30 أو 5 أشخاص مستواهم متدني جدا على مستوى أصدقائهم، ولكن هذا التقييم هو ارتفاع وتدني بالنسبة للمعيار الثابت للجميع، تمام؟ ولذلك هنا يتولد عندي إشكال، بينما الطالب الذي مستواه متدني في مهارات الرياضيات ممكن يكون أن يكون مستواه عالي جدا في مهارات العلوم، تمام؟ فالقدرة على التحليل، تمام، وإمكانيات هذا الطالب يمكننا أن نحلل تحليلا تنبؤيا بأن هذا الطالب سوف يفشل في هذا الامتحان لأن مهاراته تحتاج إلى تقوية، سوف يكون مبدعا في هذا الامتحان لأن مهاراته في هذا المجال ممتازة. إذا هذه التحاليل والتست الذي قمنا عليه، الاختبارات المبدئية هي التي أولا تعطي تحاليل تفهمنا إمكانيات ونقاط ضعف ونقاط قوة كل من الطلاب، ومن ثم يعني تمكننا من القدرة على إعطاء تفضيلات لهذه الطلاب. أنت كطالب هذه إمكانياتك وهذه ميولك وهذه مهاراتك، يجب أن تأخذ هذه المادة وهذه المادة وهذه المادة حتى تطور من هذه المهارات وترمم المهارات الأخرى التي أنت تحتاجها حتى تتخرج بالاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل. إذن هذا الربط، تمام، هذه النظرة الشمولية، النظرة الذكية للجامعة بتوظيف الذكاء الصناعي وتقنيات التعليم الافتراضي، هذا هو فعليا الدمج والوصول إلى المستوى الأعلى من الجامعات. فإدارة الطلاب، تمام، هي مهمة جدا، يعني هي من المهام الصعبة، تمام، التي يجب أن تكون الجامعة الذكية، يعني دعونا نقول سباقة للوصول إلى مستوى أعلى من إدارة الطلاب، ابتداء من السليكشن، ابتداء من اختيارهم، ابتداء من طريقة فرزهم وانتقالا إلى الإشراف عليهم والإشراف على يومياتهم وتقدير يعني مشاكلهم وتقدير إمكانيات كل واحد من هذه من هذا الطلاب، يعني متابعة الطلاب بهذه الطريقة، ربط كل طالب باختصاصه مع السوق المحلي، مع المهارات التي يحتاجها السوق المحلية لهذا الاختصاص. يجب أن نبني في ذهنية الطالب ما هو المطلوب منه بعد التخرج. يعني أنا لا أدرس مادة رياضيات لمثلا مهندس، مثلا مهندس معماري أو مهندس إنشائي بمعزل عن اختصاصه. يعني أنا يجب أن أربط، أن أفهم طالب الهندسة كيف أستطيع أن أوظف الرياضيات في، فيجب أن نعدل الأمثلة على الأقل، الأمثلة في منهاج الرياضيات حتى تكون من واقع الاحتياج الهندسي الذي هو اختصاصات الطالب. فالفكرة، تمام، كإدارة الطالب هو أن ندخل من المرحلة الأولى من اختيار الطلاب ونتابع معه في تفضيلاته، تمام، وفي بناء مهاراته وإدراكاته والأسس التي يحتاجها حتى يقيم عليها شخصية الخريج الملائم لاحتياجات سوق العمل. إذن هذه عملية إدارة الطلاب تحتاج إلى ذكاء، تمام، تحتاج ذكاء تفكيري، ويمكن أن نستخدم فيها الذكاء الاصطناعي بحيث تسهل هذه العملية أو حتى تجعلها ممكنة. يعني هي فعليا حاليا بالجامعات التقليدية من الصعب جدا بمكان أن تتابع كل طالب بالتحديد وتفهم إمكانياته وكذا وتوجهه بحيث سليم، بينما إذا كان عندنا مرافق شخصي اللي هو تشات بوت
مرتبط مع كل طالب، ما يعطيني ريبورتات عن إمكانياته وعن أحداثه، فهذا الكلام سوف يكون لديه إدارة الطالب بشكل أكبر بكثير. ننتقل إلى إدارة الهيئة التعليمية. الهيئة التعليمية هي أيضا الأساس الأهم تمام، وهي من الأسس الرئيسية في الجامعات. كيفية استقطاب الهيئة التعليمية أو المدرسين الأكفياء، كيفية تحفيزهم، كيفية بناء مسار مهني ملائم لهم، كيفية تدريبهم وتطوير مهاراتهم حتى هم أيضا يلائموا احتياجات الجامعة كجامعة ذكية تمام، وربطهم أيضا بموضوع سمعة الجامعة وتصنيف الجامعة البحثي تمام، ودعمهم بموضوع البحث العلمي حتى يستطيعوا أن ينشروا باسم الجامعة ويرفعوا تصنيف الجامعة ويدفعوا تصنيف أنفسهم كباحثين. إذا الهيئة التعليمية عندها شقين للإدارة، الشق التعليمي ومهارات الإلقاء ومهارات إدارة الطلاب ومهارات التعليم بشكل عام، والشق البحثي، وكيفية دمج هذين الشقين مع بعضهم البعض، خصوصا في مرحلة طلاب التخرج الذين لديهم مشروع تخرج. فكيف يمكن أن نمكن هذه الهيئة التعليمية وهؤلاء المدرسين وندربهم على القدرة على إدارة الفرق البحثية وتحويل مجموعة من الطلاب الذين يعني يتعاملوا بشكل فرادي مع المهام ومع الأبحاث أو المشاريع الصغيرة، تجميعهم مع بعضهم البعض، وأن يفعلوا سينرجي، أن يفعلوا تضافر للجهود تمام، ويخرجون بمنتج بحثي مرتبط مع احتياج السوق. هذا الربط، هذا هو فعليا الذكاء الجامعي، الذكاء التعليمي، الذكاء الأكاديمي. فضف على ذلك استخدام البرمجيات واستخدام التقنيات الحديثة التي توفر أشياء ممكن صعب جدا توفرها في العالم، أو ممكن غالية جدا. مثلا إذا استخدمنا الواقع الافتراضي مثلا في عملية في تدريب الطلاب الطب مثلا على إجراء العمليات تمام، او مثلا في التشريح، او طلاب الهندسه في تصميم المباني ونمذجتها الى اخره باستخدام النمذجه الالكترونيه والرقميه. اذا هذه التقنيات التي ترفع من كفاءه مهاره الطلاب وترفع من انتاجيتهم وتجعلهم مهيئين لدخول سوق العمل. المحور الثالث او الاساس الثالث في الجامعات وهي الهيئه الاداريه. الهيئه الاداريه التي تقود عمليه تسجيل الطلاب، انتاج البرامج التعليميه ومتابعتها، موضوع الامتحانات وكيفيه الامتحانات، وممكن ان يعني طرح ترتيب آخر لهذه الامتحانات، كيفية أن ننتقل من موضوع الامتحانات التقليدية والامتحانات التي يعني القاعة ووجود مراقبين وكذا، ونحولها إلى منظومة من الإنتاجية، ليس فقط عبارة عن تيست، أنا أريد أن أختبر مدى حفظك للمعلومة، لا، أنا أريد أن أخرج بمنتج فعليا. أنا أعرف أنك لست تحفظ المادة فقط، ولكنك يعني أنت فهمت المادة، حفظت المادة وفهمتها وطبقتها وأخرجت منتجا فعليا. ممكن أن يكون أن تنفذ هذا المنتج أمام اللجنة بشكل حد يعني حتى تكون أنت مثلا أنت الذي فعلا يعني تأخذ علامة على جهدك الحقيقي. ونهاية بإدارة الموارد والمواد والموارد، طبعا خصوصا في الكليات التي تحتاج إلى مواد استهلاكية مثل الكليات الطبية والكيميائية، يعني مواضيع إدارة المستودعات وموارد إدارة المواد، كيفية استهلاكها وكيفية الحرص عليها من التلف وإلى آخره. هذا الكلام يعني هناك يعني قسم خاص في برمجيات الاي ار بي
الذكية التي تدير عمل المستودعات وتعطيك تنبؤ بكميات المواد والموارد التي تحتاجها بحيث تكون الكلف أقل ما يمكن ويكون عندك توفير كبير. هذه المحاور الخمسة تمام من إدارة الطلاب إلى إدارة الهيئة التعليمية والبحث العلمي ذاته، الهيئة الإدارية أربعة، وإدارة المواد والموارد خمسة. ترفع كل هذه الإدارات أو كل هذه المهارات الإدارية إذا تضافرت بعضها مع بعضها البعض ترفع سمعة الجامعة، وبالتالي هذا الكلام سوف ينعكس إيجابا وبشكل كبير على تصنيف الجامعة. تمام، وأصبح هذا الكلام ليس هدفا، يعني أنا لا أضع هدفي هو رفع التصنيف للجامعة، لا، أنا أضع هدفي فعلا الارتقاء بالجامعة شخصيا من خلال هذه الإدارات، وهذا سوف ينعكس أوتوماتيكيا على التصنيف البحثي. إذا موضوع حاولت أني أفرد سلايد كامل على موضوع البحث العلمي في الجامعات الذكية. طبعا تكلمنا عن كثير من النقاط، ولكن قد يقول قائل يعني الجامعات ليس جميعها فيها ماجستير ودكتوراه، واغلب العمل على موضوع البحث العلمي يكون في الماجستير والدكتوراه، ولكن من خلال عملي في جامعة الرشيد وجدت ان هناك امكانيات كبيرة يمكن الاستفاده منها بشكل قوي، وهي موضوع طلاب السنوات الاخيرة في مرحلة مشروع التخرج. على ضعف الإمكانيات وعلى ليس ضعف ولكن على خلينا نقول على تواضع الإمكانيات للطلاب خصوصا في مرحلة البكالوريوس. ولكن عندما يتم تهيئة الطالب وتدريبه من البداية تمام حتى يكون باحثا، حتى يكون عنده مهارات بحثية تمام، فنستطيع بتدريب بسيط أن نحول العمل الذي يقوم به كل الطلاب التخرج هو مشروع التخرج الذي يتم تحكيمه من قبل لجنة من الجامعة، والذي يتعب عليه الطالب أكثر من فصل كامل وهو يعمل على موضوع مشروع التخرج، نستطيع نحن بتدريب بسيط وتوجيه معين من السنة الثالثة والسنة الأخيرة الثالثة ورابعة أو رابعة وخامسة بحسب الاختصاص، أن نربي وندرب الطالب على مهارات البحث العلمي الأساسية، ونبسط هذه المعلومات تمام ونبسط هذه المهارات بحيث أنه يتعلم الصحيح منها بأقل ما يمكن حتى يتم البحث التخرج أو مشروع التخرج بصيغة بحثية قابلة للنشر، وبذلك نستطيع أن نستفيد من هذه المنتجات الفكرية. مشاريع التخرج يعني يتعب عليها الطالب ويتعب عليها الدكتور المشرف، ومن ثم يتم يعني تحكيمها من قبل لجنة من الدكاترة المشرفين والمحكمين، ويتم إعطاء ملاحظات، ويتم يعني ربطها مع ممكن ربطها مع مشاريع ممكن تكون في شركات، وممكن تكون احتياجات ومشاكل يواجهها الطلاب بحسب اختصاصاتهم. فهذا الموضوع تدريب الطلاب منذ نعومة أظفارهم في السنوات الأخيرة من البكالوريوس يهيئ أيضا الطالب لمرحلة قادمة لمرحلة الماجستير والدكتوراه، فينتقل إلى مرحلة الماجستير وهو عنده خبرة على الأقل المينيموم أقلية عن موضوع البحث العلمي، عن موضوع أقسام البحث العلمي، عن موضوع طرائق البحث العلمي، عن على موضوع منطق البحث العلمي وكيفية يعني استخدام منهجيات التحليل وجمع البيانات وتحليل الاستبانات. هذه الأمور البسيطة لا نأخذها بالتعقيد والإجماليات، نأخذها بالمينيموم الذي يستطيع طالب البكالوريوس أن يقوم به في الزمن المختصر وفي الترتيب الذي يكون عليه. إذن النقطة الأولى أن ندرب الطلاب وخصوصا في مرحلة البكالوريوس في مرحلة التخرج. رقم اثنين تدريب الهيئة التعليمية والأساتذة والمهندسين، تدريبهم ليس فقط على ماهية البحث العلمي
ولكن على مهارات إدارة فرق البحث العلمي، إدارة المهام، إدارة الوقت، إدارة الكلف، إدارة خلينا نقول نحن سكوب اوف ورك، إدارة كل نطاقات الأعمال. يعني يكون لدينا عندنا مشروع كبير متكامل مع بعض البعض، ونحن نقسمه على مجموعة من الطلاب حتى يصبح بينهم تكامل. ومن أهم النقاط أن يكون هناك ربط مع السوق المحلية، فلا أفضل من أن تكون هناك مشروع تخرج لطلاب في جامعة مثلا إدارة الأعمال، في كلية إدارة الأعمال، على مجموعة من الشركات مثلا التي تواجه مشكلة في الإنتاجية، تواجه مشكلة في أي مجال، في مجال إدارة الأعمال أو المحاسبة أو إلى آخره. فارتباطنا بالسوق المحلية والعمل على حل المشاكل الواقعية واليومية التي تواجه هذه الشركات سوف يبني علاقة مهمة بين الجامعة كمفهوم والجامعة كبنية من طلاب ودكاترة وأساتذة مع السوق المحلية والشركات. فأصبحت الشركة عندما يصبح عندها مشكلة تذهب إلى الجامعة وتقول أنا عندي مشكلة 1 2 3، تمام، نريد حل، نريد بحث علمي ليحل لنا هذه المشاكل. إذا هذا من أهم نقاط الذكاء الجامعي، خلينا نقول الذكاء الجامعي. أهم التحديات التي تواجه الجامعات الذكية، نبدأ بكلف التقنيات العملية. طبعا يعني دائما التقنيات في بدايتها تكون كلفها عالية، ومن ثم عندما يصبح الإنتاج خطوط إنتاج تنزل هذه التقنية، ولكن بالمقابل تخف جودتها وتصبح قديمة وتظهر تقنيات أخرى. إذا هناك لايف سايكل لهذا الكلام، فهنا عندما يكون في عندنا ارتباط بين الجامعة وبين الشركات التي تصنع هذه التقانات، فتصبح الجامعة هي الباك يارد التي يكون فيها خبراء أصلاً تساهم في تصنيع التقنية، وتصبح الجامعة والشركة المصنعة للتقنية هناك اندماج وتوأمة وتكامل بين أعمالهم، فتخفف أعباء كلف هذه التقنيات لأنها بالأصل ممكن أن تكون شريكة في هذه التقانات. وبالتالي عندما تكون بهذه المستوى فإن تدريب الكوادر سيكون بشكل كبير. فإذا كان هناك انفصال بين الجامعات وبين شركات التقانية، فكوادر الجامعة سوف يصبح عندهم ضعف لعدم تمكنهم من أو عدم مشاركتهم في تطوير هذه التقنيات، فتصبح الجامعة تحتاج إلى تدريب هذه الكوادر، تمام. وبالتالي أيضا مهارات الطلاب التي تحتاجها لاستخدام هذه التقنيات أيضا تحتاج إلى أصبح يجب علينا أن نعلمهم المنهاج الدراسي، ونعلمهم أيضا إضافة إلى ذلك منهاج تعلم مهارات تقنية، تمام. إذا هذا المشكلة التي تواجه هذه الجامعات الذكية، ولكن يعني نستطيع رأبها بأن يكون هناك شراكات قوية بين الجامعات وبين الشركات المطورة لهذه التقنية. ومن التحديات التي تواجه الجامعة هي القوالب التعليمية الجاهزة، المناهج الجاهزة، تمام. وكما ذكرنا أن الجامعات الذكية يعني يجب أن تطور نفسها باتجاه إلى تخصيص المناهج التعليمية، ممكن حتى نصل إلى مرحلة لكل طالب أن نخصص ونعاير المهارات المطلوبة لكل طالب بكل اختصاص. المستقبل كما قلنا قبل قليل، يعني هناك جامعات الآن هي تعيش المستقبل، تمام، في العالم الأول والجامعات الكبيرة، وفي هناك الآن جامعات ما زالت هي جامعات تقليدية وتعليمية، تمام، على مستوى أدنى من المعلومات والتلقين. فكما قلنا أن من أهم النقاط التي يجب أن تركز عليها الجامعات الذكية هي تخصيص العملية التعليمية والخروج بمخرجات متلائمة مع
احتياج السوق المحلي. فالاتحاد مع الاندستريز، فكل كلية تتوجه إلى الاندستري والصناعات والشركات التي تحتاج مهارات من هذه الكلية، ثم كلية إدارة الأعمال وكلية الطب وكلية، كل منها يخصص مجموعة من ويتم الارتباط معهم ويتم تطوير المناهج بالكونسلتنج بالتعاون وبأخذ رأي هؤلاء الذين فعلا هم من يحتاجون طلابنا المتخرجين من هذه الجامعة. التارجت، الهدف لطلابنا أن يعملوا في شركاتهم، فيجب أن نقدم لهم منتج نهائي ملائم لاحتياجات هذه الصناعات. ونتيجة للذكاء الصناعي والتقدم الذي تقدم فيه الذكاء الصناعي، ممكن أن تتجه الجامعات الذكية أيضا إلى موضوع المهارات الخشنة، الهارد سكيلز، والتي تعتمد على المهارات التطبيقية، لا أن يقف مثلا مهندس المعلوماتية أو مهندس الكمبيوتر فقط في البرمجة والشبكات، بل أنه بيده يركب هذه التقنيات ويصبح عنده مهارات يدوية تقنية، ليس فقط مهارات نظرية. والأساس الفعلي هو البحث وحل المشاكل والنشر العلمي باسم الجامعة للوصول إلى السمعة والتصنيف العالمي لهذه الجامعة. ختاماً، هو واقعا لا بد من الاقرار به، هو التفاوت الكبير بين دول العالم الذي ينعكس الى التفاوت الكبير بين الجامعات في هذه الدول. فالتقانات والدول التي تحتوي وتصدر التقانات فجامعاتها سوف تكون اقوى بكثير واذكى بكثير بالمصطلحين فعليا من الجامعات المستهلكه ومن الدول التي تستهلك التقاني وتستورد التقاني. الجامعات المهنية، تمام، للتحول نحو الهارد سكيلز، تمام، لتلبية الاحتياج المهني والتفت. الآن ممكن أن يكون راتب حتى عامل السباكة وعامل الذي يعمل في مجال البناء ممكن أن يكون راتبه أعلى بكثير من عامل المهندس المصمم الذي يجلس في كيوبيك ويجلس في مكتب تحت المكيف، لأن الآن أكثر الناس في المرحلة الماضية توجهت نحو الوايت كولرز اللي هو الياقات البيضاء، تكون مهندس وطبيب وتعمل من المكتب، وأصبح هناك احتياج أكبر لعمال اليد المهنية الماهرة. فلا ضرر، بالعكس، هو الهدف الآن باستخدام تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي تعليم وتمكين هؤلاء الطلاب من امتلاك مهارات يدوية قوية، تمام، تعزز حظوظهم في التوظيف في شركات أكبر وبأخذ راتب أكبر، وهو فعليا التارجت الذي يجب أن نصل إليه. نهاية، أحب أن أشكر جميع الحضور، ونتمنى أن الآن نفتح مثلا الباب للنقاش. إذا تكرمتم أستاذي الكريم، حياكم الله. نعم دكتور علاء، جزاك الله خير. نعم بارك الله. نعم الله يكرمك يا رب ويحفظك. أحبتنا الكرام، نقوم الآن بفتح باب المداخلات والاستفسار، فمن أحب أن يطرح سؤالا أو استفسارا على سعادة الدكتور علاء القاضي فليرفع أداة اليد من أسفل شاشة برنامج الزوم ريز هاند لإعطائه الصلاحية، وأيضا يستطيع مباشرة أحدكم أن يضع سؤاله في مربع الحوار أو الشات، وإن شاء الله ننقله للدكتور علاء. تفضل، بارك الله فيك. هل يمكن أستاذ الكريم أن نقرأ الأسئلة أو النقاشات التي دارت؟
بداية سأتوافق على حضرتكم دكتور. نعم بدايتك معكم. الله يكرمك. في سؤال يقول: ما هي التقنيات المستخدمة لبناء الجامعات الذكية LMS؟ هل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي أن يدمج مع نظام الـ LMS؟ تفضل دكتور. طبعا نظام الـ MS هو نظام التعليم الافتراضي اللي طبقته العديد من الجامعات، وفعليا انا ادرس في الجامعه الافتراضيه السوريه التي تعتمد على موضوع القاء المحاضرات وتسجيلها ورفعها، والطالب يستطيع في اي لحظه ان يعود ويقرا هذه ويستمع ويشاهد هذه المحاضرات التي يكون مسجله صوت وصوره. فهذا الكلام يعني بشكل، اذا نريد ان يعني نقول انه هل يمكن دمج الميتافورس، فهو الميتافورس والذكاء الاصطناعي ذهب ابعد من ذلك. يعني حتى ممكن ان يكون عندك الواقع المعزز الان، تضع نظاره عاديه مربوطه مع جهاز الكمبيوتر وحسابك الشخصي، فممكن انت ان تضع على حائط البيت تبعك، تختار حائط او خزانه وتضع مثل فيديو، تستطيع أن تشغل هذه المحاضرات متى أردت وكيفما أردت. ممكن أن تضع جدول مهامك اليومية مثلا على البراد، ولكن هو فقط في نظارتك. فها يعني السؤال ما ليس هل يمكن الدمج، هو تم دمجها أصلا، وتم يعني الفيديوهات تغزو الفيسبوك والتويتر و الاكس يعني مع يعني جميع يعني مواقع التواصل الاجتماعي. يعني الان هذا الشيء، هذه التقنيات اصبحت واقع، ولكن كما قلنا هناك تفاوت بين الدول وتفاوت بموضوع الوصول. يعني انا اذكر ان نظاره جوجل النسخه الاولى يعني ظهرت واختفت ولم نستطع ان نقتنيها بمرحله من المراحل، تمام؟ بينما الآن هذه التقنيات يتم تجويدها أكثر بأكثر وتصبح قابلة للوصول للببليك، للجماهير، بكلفة مخفضة جدا. فهذا الكلام الذي سوف يغير وجه العالم يعني عاجلا أم آجلا سوف يتغير، ولكن الموضوع هو مسألة وقت ومسألة تفاوت بين الدول. يعني دولة سوف تصبح يعني تنتقل إلى هذا المستوى قبل الدولة. نعم أستاذ الكريم. نعم دكتور. في سؤال أيضا مطروح في الشات يقول: كيف يمكن تقييم الطلاب في الجامعات الذكية طالما الفكرة تغيير التعليم التقليدي وفي المستوى الجامعي وبحضور عدد كبير من الطلاب؟ كيف يمكن تنفيذ ذلك عمليا؟ هلا هو المعيار الافضل بالنسبه لوجهه نظري هو الاحتياج. ففعليا من الممكن ان يصبح الموضوع كالتالي، يعني هو منظور شخصي. عندما يكون هناك ربط بين الجامعه وبين الشركات، تمام؟ فيمكن للطالب من اول ما بيسجل بالجامعه يعمل في الشركه مباشره. يعني كيف؟ يعني سنوات دراسته في الجامعة هو فعليا موظف في شركة له المهام التي تحتاجها الشركة. إذا نحن نوضح من البداية من العام الأول أن الشركة تحتاج المهارات التالية 1 2 3 4، فممكن هناك مهارات من الشركة تحتاجها ممكن أن يلبيها بشكل مباشر الطالب السنة الأولى. مثلا داتا انتري ممكن أن الطالب يتعلمها خلال شهر ويكون عنده شهريا تاسكات، هذه التاسكات يجب ان يؤديها للشركه وياخذ عليها راتب، تمام؟ السنه الثانيه يتقدم عندما يختم المهاره. يعني انا الفكره، انا لا اريد ان امتحن الطالب لاجل الامتحان. يعني المفهوم عندنا هذه في جامعاتنا التقليديه ان الطالب يجب ان ياتي ويدرس، يدرس المعلومات الموجوده في المنهاج، يحفظها، يقدم فيها امتحان، تمام؟ إذا بعد الامتحان فرمت الدماغ ونسي كل المعلومات هذا لا مشكلة فيه، المهم أخذ العلامة. هذا هو الكونسبت الخاطئ. يجب على الطالب إذا
أنا من وجهة نظري أن يكون مرتبط مع شركة. هذه الشركة ليست شركة شخص، ولكن خلينا نقول هي فئة من الشركة. لنفترض أن الطلاب فاتوا يريدون أن يدرسوا في الإدارة ويريدون أن يعملوا في بنك. فمن السنة الأولى نحن نضع المهارات التي يحتاجها الطالب السنة الأولى في البنك. 1 2 3 4. السنة الثانية نطور هذا الكلام ونترفع بالمهارات المطلوبة بالترابط وبالاندماج وبالتعاون مع البنك لنفترض، وكذلك المهندس وكذلك الطبيب وكذلك طبيب الأسنان وكذلك الصيدلي. فهذه الإمكانية من ربط الاحتياج بالمهارة، بحيث أن الطالب من وقت أول يوم فات فيه على الجامعة وهو يتعلم ما سوف يدخله في عمله، ولا أحتاج أنا بعد 4 5 سنوات إذا يريد أن يدخل للبنك يحتاج 6 إلى 10 أشهر تدريب وهو لا يعرف شيء على نظام البنك. هذا إجرام في حق الطالب. هذا رأيي بهذا الموضوع. نعم دكتور، شكرا لك، بارك الله فيك. في معنى مداخلة أيضا من الدكتور مبارك الحازمي، تفضل دكتور، لكم الصلاحية. مساء الخير يا دكتور. حياكم الله. السلام. بداية كل الشكر والتقدير للمحفل الدولي العلمي على هذا البرنامج المتميز، وشكرا لسعادة الدكتور علاء قاضي على هذه المحاضرة القيمة التي أنا استفدت منها استفادة عظيمة، وعلى الأسلوب السهل الممتنع. أنا السلام. سؤالي إذا سمح لي سعادة الدكتور علاء، الحقيقة يعني حتى تكون لدينا جامعات في العالم العربي ذكية واعدة، في تصوري أنه نحن بحاجة إلى تغيير مناهجنا الدراسية في جامعاتنا العربية حتى تتماشى مع الذكاء الاصطناعي. ما في شك اليوم، يعني أنا أعتبر أنه الذكاء الاصطناعي بدأ يغزونا في جميع مناحي حياتنا الاجتماعية والاقتصادية ومنها التعليمية. فأنا في تصوري حتى تكون لنا جامعات ذكية لابد لنا من تغيير مناهجنا الدراسية وتطوير عضو هيئة التدريس اللي هو يعني الركيزة الأساسية في تقديم هذا المشروع، وشكرا لكم. بارك الله فيك، أوافقك 100%، وهذا هو محور الحديث فعليا. بارك الله فيك. نعم دكتور، جزاك الله خير دكتور مبارك. في معنا أيضا أسئلة في الشات، تقول الأسئلة: هل يوجد مثال على هذه التطبيقات لتقييم الطلاب؟ تقييم الطلاب، أنا هذا الكلام أقترحه، ولكن فعليا الآن يتم التقييم بحسب المناهج وبحسب الامتحانات وبحسب مشروع التخرج النهائي. نعمل الآن يعني أحد مشاريع جامعة الرشيد الدولية، المشاريع البحثية، هو مشروع التخرج الهادف. تمام، جمعنا في كل كلية محور أو محورين رئيسيين في كل كلية، بحيث الطالب أو الأستاذ المشرف يختار عدد من الطلاب بحيث يتكامل عملهم مع بعضهم البعض حتى يخرج ليس فقط مشروع بحثي بل كتب وأدلة، تمام، تنتج عن تضافر جهود هذه الطلاب مجتمعة. فهذه واحدة من الأمور التي اقترحناها، واقترحنا موضوع آخر أيضا، التضافر بين الكليات، وخصصوا الدكاترة المشرفين يعني علامات إضافية للطلاب الذين يعملون مشروع تخرج، خلينا نقول يعني عابر للكليات. يعني يأتي لنا طالب من كلية الصيدلة وطالب من كلية الهندسة ويتعاونوا في تنفيذ مشروع بحثي لإنتاج مثلا، ولو أنه مثلا جهاز كاشف لمادة معينة فقط، يعني شيء بسيط على مستوى طلاب البكالوريوس. فهذا الكلام نحن من خلاله حاولنا أن نشجع الطلاب
الى التعامل مع بعضهم البعض وعدم التفكير في صندوق الكليه الواحد. ووعدناهم بربط هذا الموضوع مع شركات محليه للوصول لاحتياج فعلي. ممكن مثلا هناك شركه محليه تعمل على تصنيع ماده معينه فتحتاج هذا الكاشف، فنحن نستطيع ان نربط الطالب مع الجامعه مع الشركه ونقدم له فند مثلا ونعطيه جائزه التميز الى اخره. يعني نحن نحاول محاولات تمام كما قلنا بتواضع وضعنا في الوضع العام للوصول إلى ما نرجو إليه إن شاء الله. نعم دكتور، أيضا في سؤال في الشات، ما هي متطلبات وواقع جامعات العلوم الإنسانية والاجتماعية من عملية التحول إلى الجامعة الذكية؟ جامعة هل أنا أتصور، يعني أتصور أنها يعني من هذه العلوم الإنسانية والاجتماعية، يعني هي من أكثر الجامعات قدرة على التحول بشكل سريع لإمكانيات الذكاء الاصطناعي المرتبط فيها تمام، يعني من خلال إمكانية التعليم، إمكانية تخصيص المناهج، إمكانية متابعة الطلاب تمام، إمكانية ربط المنتج مع يعني دائما المنتجات العلوم الجامع كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية لها طابع إبداعي، مثلا كليات مثلا الأدب العربي، كلية اللغة الإنجليزية مثلا، أو كليات علم النفس وكذا. فهذا الكلام يحتاج إلى طابع إبداعي، يعني المنتج يجب أن يكون متلائم تمام. ما هي احتياجات هذا ممكن ان يكون مثلا دراسه افضل مناهج التعليم، يعني تطوير مناهج التعليم بالاعتماد على طلاب هذه الكليات، يعني هو مقترح اكيد. نعم دكتور، الله يحفظك يا رب. في معنا أيضا مداخلة من دكتور أحمد بن مصطفى راجع، تفضل. حياكم الله دكتور أحمد. تفضل دكتور. الصوت غير واضح، يمكن لك أن يعني تفعل المايك من ثم تتكلم دكتور. دكتور أحمد لو تسمعنا تفضل، أعطيتك الصلاحية. السلام عليكم. حياك وعليكم الله. السلام. حياكم الله وبارك الله فيكم، تحية خالصة للأستاذ الذي يرابط معنا في إدارة هذه الجلسات، وكذلك تحية خالصة للأستاذ الذي أفادنا بهذه المحاضرة القيمة التي في الحقيقة تنقل واقعنا إلى واقع أرقى. لدي فقط استفسار عن ما هي الآليات التي خاصة نحن في التدريس بالذكاء الاصطناعي، يعني هل هناك مثلا آليات متاحة بسيطة بالذكاء الاصطناعي حتى نربح شيء من الوقت، خاصة أثناء مثلا الامتحانات، أو يعني هل هو آلية متاحة، يعني هل هناك مثلا آلية بسيطة، لأن ربما نحن نعيش في العالم العربي بعوائق كثيرة جدا ورهيبة، يعني ربما صحيح عندنا مثلا طموح وعندنا مثلا رغبة، ولكن عندما نأتي إلى الواقع الذي نريد أن نطبق فيه هذا الذي قيل فهو هو جيد، وفي الحقيقة يتحدث عن رقي وإسراع في اللحاق بالآخرين، ولكن في التطبيق مثلا جامعة ذكية، كلمة جامعة ذكية صحيح، لكن أحيانا لا نجد حتى الجامعة، يعني المطلوبة ليست الذكية، ولكن هل هناك يعني آليات بسيطة يمكن أن نتبعها مثلا، وما هي ما هي مثلا الإمكانيات المتاحة مثلا أستطيع أن أطبقها دون مشاكل ودون مثلا
عوائق. وبارك الله فيكم، جزاكم الله عنا كل خير، وأشكركم. السلام عليكم. شكرا بارك الله فيك. نعم تفضل دكتور علاء، تفضل. حياكم الله دكتور احمد. فعليا يعني يوجد من ادوات الذكاء الاصطناعي ما هو مجاني ومتاح بحسب البلدان. من اقوى الامور المتاحه حاليا ممكن ان احنا نستخدمها لتطوير، انا كاستاذ جامعي، لتطوير ادائي ورفع مستوى ادائي، ابتداء هو تطوير المحتوى الكونتنت تبع الماده التدريسيه تبعي. ففعليا مثلا بدل ما انا استخدم محتوى القديم اللي صار له مثلا كذا سنه انا عم اتابع فيه كذا، فممكن انا استعين بذكاء صناعي مثلا مثل تشات جي بي تي، تمام، المعروف لدى الجميع. ممكن اني استخدم هذا التطبيق باني اضع نفس منهاجي انا تبعي انا ما اشتغله انا سنويا، تمام، واعطي عليه شويه تعديلات، انه انا بدي اعدل هذا مثلا لحتى وجهه باتجاه معين اخر، مثلا زيد مثلا الامثله التطبيقيه على النقاط مثلا النظريه. فبيرجع هو بيولد لك محتوى احترافي الى حد كبير، وممكن يكون هو القاعده لانك حضرتك تطور المحتوى تبعك على اساسه. هي رقم واحد كتطوير محتوى إعطائك للدروس. أنا عم نحكي هلا على مستوى أستاذ جامعي بده يستخدم الذكاء الاصطناعي لحتى يطور طلابه ويطور مستوى أدائه. إذا أول شيء المحتوى، فهذا الكلام كثير يعني قابل للتنفيذ بشكل مباشر، الأدوات متاحة وبشكل مجاني ممكن أنك توصل لها بسهولة. رقم اثنين، إعطاء الجدول الزمني وتخطيط الجدول الزمني، تمام، لتنفيذ هذا المحتوى اللي انا طورته، تمام، بالتعاون مع الطلاب خلال المده الزمنيه للفصل الدراسي. فانا مو بس طور المحتوى، لا، حتى بقسم، تمام، الافكار اللي لازم انا اعطيها خلال الجلسه، تمام، وما هي مثلا مباشره الكويزات او ما هي الامثله التطبيقيه اللي انا مباشره في طبقها مع الطلاب على اساس هذا المحتوى الجديد. إذا هي أمرين التشات جي بي تي كمان صار فيه يساعدنا بهذا الموضوع. إذا أولا المحتوى، ثانيا إدارة وقت تنفيذ المحتوى. رقم ثلاثة، تمام، التشات جي بي تي كمان ممكن يساعدني بشكل كثير كبير بأنه أنا أعد أسئلة امتحانية فينا نقول، وحتى مثلا كويزات فينا نطبقها على الطلاب تطبيقية، يعني أمثلة تطبيقية، ورشات عمل. فكمان التشات جي بي تي ممكن يقترح عليك اقتراحات قوية ممكن تفيدك بأنه تطور حتى طريقة تقييمك للطلاب اللي هن موجودين معك في الدرس. فأنا أعتقد هالثلاث نقاط بشكل كتير كبير رح يفرق مباشرة، تمام، رح تلاقي في عندك فرق بين الكلام التقليدي السردي، اذا كان في عندنا مثلا ماده سرديه، ماده نظريه مرهقه للطلاب، ممله للطلاب، فممكن انا اعمل اداره للمحتوى، تطوير المحتوى، تمام، وايضا تطوير لعمليه تقييم الطلاب، تمام، ان كان بكويزات ولا ان كان باسئله تفاعليه ولا 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 بحسب الاختصاص. هذا الكلام عام، ممكن يكون باي اختصاص، ممكن يكون باي كليه، ومجانا، وممكن هذا الكلام، يعني انت بالاخير نحن ما غيرنا المنهج، فانا ضليت ضمن مفردات المنهج اللي انا لازم اني اديها، ولكن فقط غيرت طريقه الاعطاء وغيرت طريقه التعامل مع الطلاب. فاعتقد هي الطريقه بكون نحن مباشره فوتنا الذكاء الاصطناعي واستفدنا من امكانياته وادواته لحتى نطور نحن العمل تبعنا. تمام. نعم دكتور بارك الله فيك، جزاك الله عنا كل خير. طيب في سؤال أحبتنا الحضور، إن أحب أحدكم أن يطرح سؤاله على الدكتور علاء فليتفضل.
بارك الله فيكم جميعا. بارك الله فيكم، جزاكم الله وعدت خير. يعني نقلت ولو أن وجهة نظر هي يعني أكيد ما يعني بظل الواحد هو يعني حسيت من نبرة صوت الدكتور أحمد الحزن والأسى يعني اللي نحن بنحسه كلياتنا كأكاديميين بجامعات، ونشوف جامعات بدول يعني هي ليست لنقول يعني ليست أعرق منا بكثير يعني، ولكن سبحان الله يعني نأمل ونرى جامعاتنا العربية في المقدمة إن شاء الله، ولن إن شاء الله لن ندخر أي جهد لذلك بإذن الله تعالى. جزاك الله عنا كل خير، بارك الله فيك دكتور. نعم أحبتنا الحضور، إن لم يكن هناك يوجد استفسار أو سؤال فسننتقل إلى طريقة الحصول على الشهادة، على رابط الشهادة والحضور، ومن ثم سننتقل سوية لمحاضرة جديدة. حياكم الله وإياكم، السلام شكرا عليكم. لكم سعادة الدكتور المهندس علاء القاضي على هذه المحاضرة القيمة الرائعة، ونسأل الله أن يكتبها في ميزان حسناتك. جزاكم الله كل خير دكتور، وبارك الله فيك. نعم. حياكم الله. No longer being recorded. نعم أحبتنا الحضور الكرام، ننتقل سوية معكم وعلى عجال إلى طريقة شرح الحصول على الشهادة. أحبتنا الكرام، نقوم سوية بالدخول على محرك البحث جوجل، ونكتب في خانة البحث منصة أريد العلمية، فتظهر بصورتي الواضحة أمامكم. وبالنسبة للأعضاء المسجلين في المنصة، فبإمكانكم الضغط على تسجيل الدخول، ويتطلب الأمر فقط الإيميل وكلمة المرور. أما بالنسبة للأعضاء الذين لم يلتحقوا بعد بركب المنصة، فبإمكانهم الضغط على سجل مجانا، فيتطلب الأمر بضع معلومات بسيطة كالاسم باللغة العربية والإنجليزية، وبريد الإلكتروني فعال، وكلمة مرور وتأكيدها، واختيار الدولة التي نحن فيها، ومن ثم الضغط على زر التسجيل، ومباشرة يأتينا رابط على الإيميل الخاص بنا، فبمجرد الضغط على هذا الرابط نصبح أعضاء رسميين إن شاء الله في المنصة. وهناك أيضا فيديو مرفق بإمكانكم الرجوع إليه لشرح طريقة التسجيل. بعد ذلك نصبح أعضاء رسميين في المنصة، وننتقل إلى الصفحة الخاصة بالمنصة والتي تجدونها بصورة الواضحة أمامكم، وهذه هي البوابة الخاصة بالمحفل العلمي الدولي 14. تجدون في أعلى الشاشة موجود هناك في القائمة الجلسات، نقوم بالضغط على الجلسات، فننتقل مباشرة إلى الجلسات الخاصة بهذا اليوم، نختار اليوم الرابع. نعم أحبتنا الكرام، عند الدخول إلى الجلسات سوف تدخل إلى اليوم الأول، يختار دائما هو اليوم الافتتاح عفوا، فنحن مباشرة ننتقل إلى اليوم الرابع، نضغط على اليوم الرابع فيأخذ الأمر بضع ثوان، ننتقل بعدها إلى الشهادة، أو عفوا إلى رابط المحاضرة، نضغط على إصدار الشهادة نيل، مكتوب هنا نيل، فبمجرد الضغط عليها نقوم بالدخول على الرابط الخاص بالشهادة، ونضغط على تحميل الشهادة الإلكترونية كما تظهر أمامكم. وبالنسبة لرسوم للشهادة فهي برسوم رمزية قدرها 10 دولار فقط، وللأعضاء طبعا هي هذه الـ10 دولارات فقط لاستمرارية المنصة وللأمور الخدمية فيها كالسيرفر وغيره. نعم أحبتنا الكرام، وبالنسبة للأعضاء المسجلين أو الذين يمتلكون العضوية الاحترافية، فبإمكانهم تحميل الشهادة وجميع الشهادات للمحفل مجانا. أما بالنسبة للأعضاء الذين لا يمتلكون رصيدا في حسابهم، فبإمكانهم الضغط على علامة الزائد في أعلى الزاوية العليا اليسرى، الضغط على علامة الزائد، فبإمكانهم الانتقال إلى صفحة طريقة تعبئة الرصيد، وهناك عدة طرق، وأنا أنصح عبر الشركاء الحوالات المالية، فلكل دولة هناك شريك للمنصة. أما الطرق الثانية فهي أيضا متوفرة وسهلة الحصول عليها، عبر أعضاء أريد والبطاقة الائتمانية وباي بال والويسترن يونيون. نعم أحبتنا الكرام،
أيضا ننبه إلى أنه إن شاء الله سوف نقوم بتحميل التسجيل لهذه المحاضرات والجلسات على الموقع الخاص بالمنصة على اليوتيوب، تجدون أيضا إن شاء الله التسجيلات، وقد بدأنا بالفعل برفع بعض الجلسات. نعم أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى نهاية محاضرتنا، والتي كانت بعنوان الذكاء الاصطناعي والجامعات. نعم أحبتنا الكرام، إلى هنا ننتهي ونبدأ بمحاضرة جديدة مع سعادة الدكتور نبيل المتوكل العلمي.